السماء. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 لا. حافظ حافظ عبد الله الجنبي. لا والله ما حفظت. على هونكم يا اللي تجرون عندي الصوت، ترى المشتحن يبكي على الصوت الاسم. بس بيت واحد جانك تبولة. هونكم وقد لي وانا صايم من القوت. بس حلو يا معاتبنا على قصرة خطى رجلينا، فكنا من نار جارهاتك ومن داخلها. طيب البساطة لأحمدي مع واحد يكفينا، خير من الناس اني جالسها ولا انا منها. والله سلطان ذي تليق. يقول يقول جميل الصدفه هل اللي جابتك حي الهوى والنور. الله عليك اجمل مساء مسيت عطني منه قنطاره. يا سلام. احيي فيك ذكرك قبل شوفك والنبا مغمور، واحيي فيك عطرك اسمك اللي دام تذكاره. تذكاره. انا من مات حي له طعن حربه غدا منحور. منحور. صويب العين ما يبرى غدا قلبي لكشاره. شاره. بغيت امشي واحس انه غدا مني القدم مبتور، بغيت اقف واشوف عظام كل الجسم منهاره، الى من ضقت اسولف بك على نفسي وانا مقهور، واقول الوقت ما يعطي على مريد واختاره، وجدك الله يا حسن كم التحفة بلا جمهور، أنا الجمهور في حسنك وأنا من خطفة أبصارها. يقال إن حسن عقبك ولو يذكر غدا مكبور، يقال إن حسن ولا أنت كل الزينة وبهاره، بقى قصرك على فالك عساه بطلتك معمور، تمشى بردة سحابي تحياي وفساره. يا سلام. يا سلام. هذه أبو نايف عبد الرحمن. يا سلام. شاعر. لكن عاد أنت لك في المحاورات الظاهر. أني؟ إيه. تابعها محاورات شعريه عندك؟ كمتابعة نعم، اما كتجربه لا والله. احب شاعر عندك حبيب العازم. سلام. ابو فيصل يستاهل. مستور العصيمي الله يرحمه. تركي. الله الله. الفتره الاخيره معتك. معتك بطل. معتك العياضي بطل. احب تركي الميزاني. اوه هذا شيء عندي انا. شعرها شعرها لو عدهم من اليوم لبكرة موت. ايش يقول؟ يا عذابي منك يا موتي ويا حرماني، زبنك بالله تخفف عني اللي فيه. يا سلام. من عذابك وش هو اللي باقي ما جاني في عيوني من عذابك صاير ماريا. الله. وانت تدري كل ما تحتاجني تلقاني، يعلم الله عنك ما تقدر تشح يدي. الله. وفيك شيطان الهوى يا منيتي وصاني بالغلا والولف والتقدير والحنية. استكملت تيوم عاد كل ما اشوفك قاعد في الغرفه على الطاقيه. لان من حبك ومن طيشك نسيت اخواني. الله اكبر. صرت اجي واروح لا هذه ولا هذه. الله. اشهد انه راح فيها تركي الميزاني. ايش يقول؟ لان ابو حظك ضبطت الخلطه السريه. كل ما اشوفك تدخلني في عالم ثاني. القوي يقول يا ايش يقول؟ يا ايش يقول يا ابو تغيب؟ يا صاحبي اللي علشانك تحديت الظروف. الله الله. صاحبي اللي علشانك تحديت الظروف. اسلم. اسمع كلامي زين وفهم وش اقوله من فمي. يا سلام. ما هو انا اللي ما هو انا اللي يا صاحبي اللي علشانك تحديت الظروف. اسمع كلامي زين وفهم وش اقوله من فمي. ما هو انا اللي تتركه بين الخناجر والسيوف، تمص دمه بين خلق الله يا مص صدمي. أنا بدوي ما أسكن في الوقت مسكان الضعوف. أتبع. أتبع هوا بالي وسير عند ذودي يغنمي. يا قوم. سلام. يا قوم اللي تذبحون الحيق والضيوف، إيش رايكم باللي يعشيني وصالح حمي؟ أقوى بيت في قصيدة هذه. يا قوم يا اللي تذبحون الحيل قدر أن الضيوف، إيش رايكم باللي يعشيني وصالح حمي؟ يعني ياكل في الحمي ولا جسر صديق ورفيق؟ يا
خوي الجنب لا عاد تلحقني ما لا حزين، صوت حزين ذا اسمع. وانت ما تدري وش اللي يشيله من كبي. طيب ترى اضيع فيها كم لعبي. الخطايا بين حد بعض ضلوع لها مقام. اكبر من دبي، اكبر من دبي والشارقه وابو ظبي. ايه كل ما وسعت راسي على ريش النعام. طيب استهاضت هاجسي، استهاضت في جروحي، استهاضت في جروحي وقمت ومدري ويش وثنيت ركبي. لا فيها اللي يقول البارح يوم كل النام يا نايف اخوك لا هو بلا نايم ولا واعي، يحوف قلبه من همومه يتحايف غير هم من قديم بين الراعي هم من يزعزع جبال الطويق. يا اخي ابو نايف عنده ترى والله الله عملنا بس ابو نايف نفسي اصب عليه بالخير ان كان عاد يمكن المقطع يوصل. وشاعر كبير لكن ما تفرغ النظم كثير ابو نايف، لو تفرغ لا يعني يقول في كل الحالتين تعبت الاعيان والاقدام من شاعر. ما تفرغ بدايتها هو شغلتها بمحاورات بدايتها ابو ركان اللي يقول تعبت الاقدام والاعيان من شانك وانت ولا شيء سويته علشان ايش بدايتها؟ اعطيني الحين واذكرك اولها. كل ما اشوفك تدخل عياني لقدامي من شانك وانت ولا شيء سويته علشاني ولا شايسه انت قلبت اللحن علشاني. في حق التركي اللي العظه والعبره اللي يقوله اسمع خطويهم اللي يقول في موقف السؤال يزيد ثقل الجواب بس اسمت نفسي منكر جاني نكير عرفتها؟ اللي يقول في موقف السؤال يزيد ثقل الجواب واستسلمت نفسي منكر وجاني نكير. يا اخي قوه ترى حطه مو رذيله الحياه ابدا ايش قول اسمع وقفوا لدروبهم فوق الخدود انسكاب واسمع قريح ذياتهم فالوداع الاخير مدفنوه يا ولد ما سمعت ابو تغيب قوه قوه يا ريجي ما اعرفه يقول وقفوا ودموعهم على خدود انسكاب واسمع قريح ذياتهم فالوداع الاخير مو اسمع الميت اسمع قريح الاحذيه او تسمع قريح الاحذيه خلاص او حسن الخاتم تركي ترى هذه قصتي قويه. والثاني اللي يقول يوم وكب الشعر وقف استمعني قليل هذه فالملك عبد العزيز طيب الله تراه يا موكب الشعر وقف استمعني قليل حتى اني اعطيك للتاريخ رخصة عبور والله ليبطل ما جاب الناقضات الجديد مثل ولا اقول في كل النشا مكسور والله ايش يقول؟ ايش يقول لما اسمع في بحور غصت به في بحور يا ولد قصيت قوي يا وفاك ضيعتها انا حافظه كلها حقت ابو نايف شاعر ابو نايف متالق وصوت مرجان كتاب ترى اصلح لك ابو ها من قلب الدعم فوق 80 صفحه كل قصيد ما شاء الله تنقلتي بها ما هو قصيد احفظ شيلات اي لحن قصدي غن الخلف والبندر والعناد والحزمي والمدغم محمد مريبت محمد السعيد تنقلتي بي عن الناس غيب شهور واطلع احنا مسكتها ابو دغيم من حفظ اسلم يا الحفظ ماشي هذا حزمي بن سعد والله ما حفظت له غير عجم يقول عن الناس غيب شهور واطلع طلوع سهيل عساها تباشر بي مثل ما تباشر به عاد لين يقول يا زين السعي عايش عاد عن قول قال وقيل عسى اللي عاد المهم كلام البذي ما كان هلا لسان السيل يجيب الخيوط الساقط اللي على درب يا سلام يا التشبيه كلام البذي ما كان هلا لسان السيل يجيب الخيوط الساقط اللي يوم يعطي الوصف يوم يعطي الوصف يقول ان ضيق خلقي مثل ما ضيق والدبله ضيق دبله ثمي واصح يا ولد يا عناد شاعر عناد الشيباني والله ابو فزاع شوف عندنا شاعر من ربوعنا يعرف الرجال سعود الشطيطي ها
هذا كلمة مبدع. أنا أقول قليلافي أبو فيصل أستاه نجم قليلافي هذا بحر. هو عندنا وعند ربعه عناد شيباني هذولي مهندسين فكر في سلطان مطرب واحد مطرب مطرب سلطان من هو مطرب بارك مطرباني قصدك لا شعر. مطرب بن دحيم بن دحيم تراها خال فيصل خال أهل فيصل ونعم خال أهل فيصل مبدع ومتألق شعر اسمع له وفيها بس أنا عاد مدغم عندي في النظم أسكت حازم سعد يقول جماعة والله العظيم يقول على طريق الغرام آخر محطاتي نحاول منها نهاية رجعتني إلى بداياتي لو ممتل العمر من غيمة بشايرها لكان عمري فراغات وفراغاتي ما جت تقولها ورب من عبده ولا رسول عليه أفضل صلواتي جت تلغي أسوأ مفاهيمي وتعكسها على اتجاهات غير على اتجاهاتي تأخذ نجمة مراحلها وتعطيني ما غيرت ذاتها يقول على ذاتي يقول